I'm a designer, architect, interior designer, مهندس ديكور. بنعمل الليلة كلها يعني. عامة أنا بحب شخصيتي فشخ، وأي حد بيقرأ أي حاجة في شخصيتي يبقى عنده مشكلة نفسية. لا، شخصية موزونة ومدروسة مظبوطة جدا. هي إن أنا عارف عيوبي كلها، وبتحاول إن أنا لما حاجة منها تطلع في حد أو في حاجة إن أنا أصلحها على طول، وما تماداش في اللي أنا بعمله. أنا كنت بهزر، مفيش كل الحاجات دي، مفيش حاجات حلوة كتير يعني، أنا بهزر معاكم يعني مفيش. عامة أنا فيري لويال وبحب الناس من أول يعني. لو ناس كويسة أنا مفهمش عيوب رهيبة، هبقى بحبهم بعيوبهم بزبالتهم، وبعد شوية هرتبط بيهم جامد جدا. أنا دخلت مدرسة ألماني من أولى حضانة لتالتة ثانوي، كانوا هما they fighting الحتة الارتستيك اللي جواها يعني، كانوا بيعملوا مشاكل كتير وبيقولوا لأهلي مشاكل كتير، أنا طول النهار بسرح وطول النهار برسم. بس الفكرة إن الكومبو بتاع المدرسة دي مع الارتستيك فيل والجو اللي هو العشوائي شوية ده، خلى إن أنا بقيت بشتغل عندي deadlines، كل حاجة بعملها في مواعيدها، كل حاجة بتتعامل مظبوطة بالظبط، بس فيها الارتستيك فيل والارتستيك تاتش. أنا بشوف إن هي ده اللي بيميزنا عن أي حد تاني. يعني في مكاتب كتير قوي انا بسميها مكاتب خدمات هندسيه، اللي هو they provide the service. انا I don't do it like this. انا ممكن احس بحد وهو داخل عليا واعمل الديزاين من اللي انا حاسه ده اصلا، فيطلع بالنسبه له احلى بروجكت في الدنيا. الديزاين ممكن يطلع من مكان احنا فيه، من فيو، من مبنى جنبنا، او من رياكشنز بتاعت الشخص ده، او من طريقه كلامه، من لبسه، من موده. لا، مفيش وش ايجو، مفيش الكلام ده يعني. وش ايجو؟ مفيش حاجه اسمها وش ايجو، ولا اي حد عمل كده قبلي عمل كلام مش حقيقي. It's not about having time, it's about making time. بعمل بقى every now and then كده ان انا لازم يبقى في تايم كده، اللي هو الفاميلي تايم. ده The Godfather كان بيقعد مع عيلته يعني، ان شاء الله. وبابلو اسكوبار بيقعد معاه يعني، لازم تقعد مع العيله ولا ايه؟